ردا على كلامك يا أستاذ أحمد، أستطيع أن أنا أقول أن قبل حتى القانون الدولي المكتوب، يعني قبل المواثيق الدولية المكتوبة أو المعاهدات الدولية الثنائية أو الثلاثية بين الأطراف، كان يوجد ما يسمى بالعرف الدولي، أي قواعد مستقرة بتحترمها الدول رغم أنها غير مكتوبة، إنما جرت على احترامها كما لو كانت قواعد مقننة مكتوبة وملزمة. هذه القواعد متعلقة باستغلال الأنهار الدولية، أي الأنهار التي تمر بين أكثر من دولة. هذه الأنهار الدولية لها نظام قانوني خاص، اللي بمقتضاه لا تنفرد دولة من الدول التي يمر بها النهر باتخاذ أي إجراءات أو تنفيذ أي مشروعات يمكن أن تضر بأي من الدول الأخرى اللي موجودة في النهر الدولي، بل لابد من التشاور بين هذه الدول، لابد من إحاطتها وإخطارها، لابد من الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بأي من الدول الأخرى. فما تجيش دولة تكون دولة منبح كما هو الحال هنا بالنسبة لإثيوبيا وتقول سأنفرد وحدي بأتخذ ما أراه يحقق مصالحي بغض النظر ما إذا كان هذا يتفق وقواعد القانون الدولي أم لا، بغض النظر ما إذا كان سيضر دولة مصب زي مصر أو السودان أم لا. هذه قواعد القانون الدولي وأكدتها اتفاقية هامة جدا اسمها اتفاقية الأمم المتحدة لاستغلال الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة. يعني الملاحة ما فيش إشكال عليها إن باخرة تمشي في مختلف الأجزاء بدون ما حد يعيقها، ماشي زي البحار الدولية العامة. إنما هو الخلاف بيحصل بالنسبة للاستغلال، إن أنا أستغل الجزء اللي عندي من النهر الدولي لأقيم مشروعات تضر بالآخرين، وده اللي حصل بالنسبة لإثيوبيا. إثيوبيا أخذت منذ بدأت المفاوضات تتعنت وتزداد في تعنتها تدريجيا إلى وصلت إلى أقصى درجة من درجات التعنت بالأمس، حيث مجلس الأمن يستعد لنظر الأزمة ليصل إلى حد توافق يحقق مصالح الجميع، إذا بوزير الخارجية الإثيوبي يكتب لوزير الخارجية لوزير الري الإثيوبي يكتب لوزير الري المصري يقول له لعلمك أحيطك علما بأن احنا بدأنا عملية الملك. التشغيل والمال والتشغيل الثاني، فيرد عليه وزير الري والموارد المائية المصري طبعا بحدة إن هذا إجراء غير شرعي لا نعترف به، أحادي يضر بمصر والسودان ولا نوافق عليه بأي حال من الأحوال. والكلمة الآن أمام مجلس الأمن اللي بيتصدى للأزمة، اللي لو تركت على هذا النحو قد تتفاقم فتؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإقليميين، يعني في منطقة القرن الإفريقي، وتهديد السلم والأمن الإقليميين في منطقة القرن الإفريقي هو في الحقيقة أيضا تهديد السلم والأمن الدوليين. ومهمة مجلس الأمن هو أن يمنع أي إجراء دون تسوية إذا كان هذا الإجراء من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين. أنا أظن ردا على سؤالك أستاذ أحمد، فضل فندم، هل ما الموقف المصري من الناحية القانونية سليم 100%، أم هناك وجهات نظر تحتمل أن يكون سليما أو غير سليم؟ أنا يعني أجزم إن ما في إنسان دارس لقواعد الأنهار الدولية ودارس للأعراف الدولية في استغلال الأنهار الدولية ودارس للاتفاقيات الثنائية المبرمة بيننا وبين إثيوبيا ودارس لكثير من الأحكام اللي صدرت من محكمة العدل الدولية بالنسبة لنظام استغلال الأنهار اللي كلها تقوم على مبدأ الاستخدام المنصف والعادل، التي تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، أن المصلحة للجميع، وأن العلاقات بين دول الحوض النهر تكون علاقات تعاون وليست علاقات تعسف من جانب. ما في واحد يستطيع
أن يشكك في سلامة الموقف القانوني المصري وشرعيته. وما في أحد يستطيع أيضا في ضوء الدراسات الفنية التي تمت أن يشكك في أن المواصفات الأخيرة اللي قررت إثيوبيا بمقتضاها أنها تبني السد سواء من حيث ارتفاعه، سواء من حيث كمية المية التي سيتم تخزينها، سواء من حيث عرضه، كل هذه المواصفات خطيرة للغاية، مرفوضة فنيا من العلماء والخبراء المتخصصين لسبب أنها تضر ضررا شديدا بدولتي المصب السودان ومصر، وثانيا تضر أيضا بالسد نفسه وسلامته، بل قد تؤدي إلى انهيار هذا السد لأنها لا تتفق والشروط الفنية اللي كل علماء والفنيين في مجال الري والموارد المائية والسدود يسلمون بها. الأمر إذن خطير، خطير من ناحية تهديده للأمن المائي المصري والسوداني، خطير من ناحية إن هذا سيؤدي إلى تأزم وتهديد السلم والأمن الدوليين في منطقتنا، وبالتالي تهديد السلم والأمن الدوليين، لأن العالم لا يمكن أن يستقر وفي أحد مناطقه هناك تهديد للأمن. دكتور مفيد، إثيوبيا بتقول، وحضرتك طبعا يعني أستاذ القانون، يعني اللي احنا ناخد المعلومات والحقائق، بتقول إن احنا والله ملينا الملء الأول والتاني بناء على اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم عام 2015. ما حقيقة هذه الأمور؟ ألو؟ هذا كلام غير صحيح إطلاقا. أيوة، والعكس وعكسه هو الصحيح. نعم، وأنا أتحدث باعتبار أني عاصرت هذه الفترة، عاصرت هذه الفترة وفي إعداد هذه الوثيقة الهامة اللي هي إعلان المبادئ اللي وقع في مارس 2015 في الخرطوم. أيوة، أقول أن إعلان المبادئ هذا الذي نجحت مصر في إعداده بدقة شديدة متضمنا 10 مبادئ تحكم الأزمة القائمة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى، بمناسبة قيام إنشاء سد النهضة. إعلان المبادئ عدة أسس. أيوة، هي موجودة في القانون الدولي للأنهار. أيوة، إنما مصر حرصت إنها تحطها في وثيقة مكتوبة توقع عليها الخرطوم، توقع عليها أديس أبابا، عشان ما تجيش إثيوبيا تقول لك إيه القانون الدولي ده. القانون الدولي ده كلام عام مرسل غير محدد، اتفاقيات عامة مش محددة. قلنا لها طيب إحنا كده تفاوضنا بقالنا مدة طويلة جدا ولا بنصل إلى نتيجة، على الأقل الأسس الرئيسية والمبادئ اللي إحنا مش مختلفين عليها تعالي نوقع على وثيقة إحنا الثلاثة تلزمنا إحنا الثلاثة، ووافقوا على مضض وتم التوقيع متضمنة عدة مبادئ هي نفس مبادئ القانون الدولي الخاصة باستغلال الأنهار الدولية، أكدناها بقى فتحولت من قواعد عامة تسري على الجميع إلى قواعد خاصة بمصر والسودان وأديس أبابا. ده من ناحية. تضمنت أيضا إلى جانب هذا ما يتعلق بالنواحي الفنية، إن السد ده لازم تدرس دراسة شديدة كل ما يتعلق بجوانبه الفنية، ارتفاعه ما يزيدش عن كام، عرضه ما يزيدش عن كام، الكمية المخزنة ما تزيدش عن كام، تكون في أنه موقع، كل هذه الجوانب الفنية اللي كان سبق ان لجنة فنية عالمية قررت في يونيو سنة 2013 ان ما لم تغير إثيوبيا هذه المواصفات اللي هي متمسكة بها، ما لم تغيرها فهناك خطورة شديدة على دولتي المصب. أيوة، وهناك خطورة على السد نفسه. هذا الكلام اتقال في تقرير دولي كده لما جينا في إعلان المبادئ. اتفقنا ووقعت عليه أديس أبابا. أيوة، تقول إن لابد أن تأتي شركة من خلال مناقصة عالمية. وهذه الشركة ستقوم بدراسة كافة الجوانب الفنية بحيث لا يتم إنشاء السد إلا وفقا
لما تقرره النتائج التي تنتج عن هذه الدراسة اللي تعملها هذه الشركة. نعم. وبدأت وضعت أديس أبابا معوقات كثيرة أمام الشركة حتى لا تعمل. وكل ما تطلع نتائج لا تعترف بها. نعم. ولا تسلم بها. كلها كمعوقات لتسير في الطريق الخطأ، وهو عدم الاعتداد بالنواحي الفنية وتصميمها أن تقيم سدا كبيرا جدا يخالف المتطلبات الفنية اللازمة. فغير صحيح أن يدعى أن هي ما تقوم به يتفق على المبادئ. الصحيح الذي أقوله أنا مسؤول عن هذا 100% أن كل ما تقوم به الآن إثيوبيا وقيامها بالملء الأول والتشغيل ثم الملء الثاني اللي أعلنت أمس عنه هذا مخالف تماما لإعلان المبادئ. ده هو نكران لما هو موجود في إعلان المبادئ، عدم احترام لما هو موجود في هذا الإعلان. ولهذا احنا رايحين لمجلس الأمن نقول يا مجلس أمن احنا طالبين منك انت تقر أولا ان احنا ما نتمسك به هو في إطار قواعد الشرعية الدولية وقانون الأنهار الدولية. ما نطالب به يتفق إعلان المبادئ، وهو التزام خاص وقعت عليه إثيوبيا كما وقعت عليه مصر والسودان. فعاوزين شهادة منه واعتراف منه بأحقيتنا فيما نطالب به، وعدم شرعية الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا أو قد تستمر في اتخاذها. دكتور، نأمل طبعا أن المجلس بحكم مسؤولياته لابد أن ينصفنا باعتبارنا أصحاب حق، ومش بس أصحاب حق، ودي مسألة حياة أو موت أكتر من مسألة مجرد حق عادي. نعم. لأن النهر النيل بالنسبة لنا هو الحياة كلها. نعم. ده 97% من مواردنا المائية جاية من النيل غير أي دولة أخرى في العالم. إنما أكثر من هذا إن مصر مش بس دولة بتتمسك بحقها وبتدافع عن مصالحها وهذا واجبها ومسؤولياتها، بل أكثر من هذا لم تسلك في أي وقت طريقا أو وسيلة غير شرعية، بل بالعكس تحملت طويلا مفاوضات أخذتها بمنتهى الجدية وأخذتها إثيوبيا بمنتهى الرعونة وبمنتهى التعنت. قبلنا وساطة من عدة دول مثل الولايات المتحدة، وقبلنا النتائج التي تمخضت عنها ورفضتها إثيوبيا ولم تعتد بها. ذهبنا بناء على طلبها للاتحاد الإفريقي لنتفاوض بروح طيبة وبمنتهى حسن النية، ولم يكن نجد في المقابل إلا المزيد من التعنت. وطبعا أنا لا يعني لا أعتقد أن كثيرين يوافقوني أن كل هذه المواقف المتعنتة التي تزداد يوما بعد يوم إنما ترجع لأسباب داخلية خاصة بما يعاني به منه النظام الإثيوبي داخليا. أيوة. من حيث الهزيمة العسكرية أمام قوات ميليشيا إقليم التجراي. نعم. عجز النظام الإثيوبي إنه يتعامل بجدية مع الأوضاع الإنسانية المتردية في هذا الإقليم. فشلوا إن هو يحتوي أو ينهي الممارسات العرقية وانتهاكات حقوق الإنسان. هذا فضلا طبعا عما كان ينادي به أنه حيسعى لإجراء انتخابات ديمقراطية. نعم. الأمر الذي لم يتحقق، أنه حيعمل إصلاح أوضاع اقتصادية، الأمر الذي لا يتحقق، وبالتالي بيأخذ قضية السد ويتلاعب بمشاعر الناس وعواطفهم في سبيل أن يغطي على هذا الفشل الزريع وهذه المشاكل الداخلية التي يعاني منها. دكتور مفيد، القانون الدولي بيقول لنا حقنا ايه لو اثيوبيا تمسكت ايضا لو افترضنا انه مجلس الامن خد اي قرار او حتى لو طلع بيان واستمرت في هذا التعنت ومخالفة القانون الدولي واعلان المبادئ وكل اتفاقات بيننا وبينهم او بيننا وبين السودان وبينهم، ماذا يقول القانون الدولي للدولة المصرية في الحفاظ على حقوقها و حقوق تاريخية لينا؟ لما يكون هناك نزاع دولي يا أستاذ أحمد. نعم. كما هو الحال بالنسبة لهذا النزاع فميثاق الأمم المتحدة يلزمني بأن أنا أبدأ بداية بحله عن طريق التفاوض. أنا ملزم بهذا. وإذا فشل التفاوض ألجأ لطرق ودية أخرى أيضا كوساطة، كلجوء لمنظمات إقليمية، كلجان تقصي حقائق واعتماد على خبراء وكذا، أو
ودي بنسميها الوسائل السياسية الودية السلمية للتسوية. أو إذا وافق الطرفان المتنازعان يلجأان إلى وسيلة قانونية للتسوية، وهي الالتجاء للقضاء الدولي ممثل في محكمة العدل الدولية، أو إلى التحكيم الدولي من خلال محكمين يختارهم المتنازعون. طبعا لا القضاء الدولي يمكن أن يصبح مختصا ولا التحكيم الدولي إلا إذا وافق كل الأطراف اللي في الأزمة. وبطبيعة الحال إثيوبيا لن توافق، لم ترضى ولن ترضى إن هي تفاجأ بحكم حيدينها سواء في محكمة التحكيم أو محكمة العدل، ومن ثم لم تطرح مسألة التحكيم ولا القضاء الدولي نتيجة الموقف الغير قانوني الغير شرعي. هي تعرف أنها تخالف القانون وأنها معتدية، وبالتالي سيكون موقفها ضعيف، ومن ثم لن تقبل التحكيم الدولي ولا تعلم. إذا انتهت هذه الوسائل يا أستاذ أحمد، اتفضل فندم، هذه الوسائل كلها وبعد كده ما جابتش نتيجة، فأنا بلجأ للمسؤول الأول عن السلم والأمن الدولي اللي مسؤول أن يسوي أي نزاع دولي يحدث إذا كان من شأن استمرار هذا النزاع تهديد السلم والأمن الدولي. يعني السؤال هنا، أنا عندما لجأت ومعي السودان إلى مجلس الأمن، هل مجلس الأمن مختص؟ ده مختص 100% ومسؤول 100%. بعد كل المحاولات السابقة التي لم تجدي واستمرار إثيوبيا في اتخاذ خطواتها كما تشاء دون التفات لردود الفعل من جانبنا ولا من جانب المجتمع الدولي ولا المنظمات الإقليمية، لجأنا إلى الملاذ الأخير الذي يتم اللجوء إليه، المسؤول الأول عن السلم في العالم اللي الدول فوضته. قالت له إحنا جميع أعضاء الأمم المتحدة نفوضك يا مجلس الأمن باعتبارك أنت المسؤول الأول عن الأمن، مجلس إدارة العالم أنت، إنك تتخذ كل ما تراه لتسوية النزاع حتى يتم تجنب حدوث تهديد للسلم، أو إذا كان حصل تهديد للسلم فعلا توقف هذا التهديد. فلجئ لك لهذا السبب، وإنت بحكم مسؤولياتك وواجباتك عليك أن تصدر كل ما تراه مناسبا وعادلا وقانونيا في سبيل التسوية وإنهاء تهديد السلم من خلال قرارات يصدرها، توصيات يصدرها لها قيمة أدبية كبيرة، إجراءات وتدابير يتخذها قد تكون إجراءات مقاطعة اقتصادية، مقاطعة دبلوماسية، حتى لو كان الأمر وصل إلى درجة كبيرة جدا من الإخلال بالأمن، حق مجلس الأمن أنه يتدخل عسكريا. ده تحت أنهي بند؟ السلطات اللي في إيد مجلس الأمن، وهو بقى هيصدرها، هيدرس الملف بعناية، سيستمع إلى أطراف النزاع، هيشوف يعني رأي المجتمع الدولي ورأي القانون الدولي رأي الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، ويصدر ما يراه مناسبا في شكل إيه؟ قد يكون في شكل بيان، قد يكون في شكل قرار، قد يكون في شكل رسالة، أي ما كان، المهم المضمون. إنما الوسيلة هو الذي سيقرر الوسيلة التي يراها مناسبة. آخر نقطة سيادتك طرحتها، تقول لي طب افرض بعد هذا كله واتخذ هو ما يتفق والقانون واتفق والعدل واتفق كذا، وبعد ذلك برضو جت إثيوبيا وقالت أنا مش هنفذ كلام مجلس الأمن، أو تباطل أو تتلكأ أو تدي تفسيرات أو تتباطأ في أي مكان. هنا طبعا الدولة صاحبة الحق وصاحبة المصلحة أكيد من خلال قيادتها ودبلوماسيها وفنيها درس كل هذه الاحتمالات وحط مختلف البدائل ومقدرة الظروف اللي موجودة في المجتمع الدولي وإيه اللي ممكن يكون مقبول وإيه اللي مش مقبول وكيف تلجأ إليه يعني هناك بدائل كثيرة، إنما في النهاية هي صاحبة حق وحق مستند إلى القانون ولجأت إلى الوسيلة الشرعية، فإذا الوسيلة الشرعية لم تعطيها حقها فمن حقها أن تحصل عليه بالبدائل اللي هي تراها مناسبة وفقا لتقديرها. وأنا كل ثقة أن قيادتنا ودبلوماسيين وفنيين في الموارد المائية والري
لديهم أكثر من بديل وسيناريو للإجراءات التي يجب أن تتخذ في مثل هذه الحالة. دكتور مفيد، ماذا لو قرر مجلس الأمن أن احنا نعود مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الإفريقي على مدى سنتين فشل تماما في تحريك هذا الملف أو ردع إثيوبيا؟ شوف يا أستاذ أحمد، نعم، يعني أنا لا أريد أن أستبق الأحداث وأقول مجلس الأمن هيقرر إيه وهيقرروا في شكل إيه، ده سابق لأوانه. نعم، إحنا حتى الآن في مرحلة جهود دبلوماسية مكثفة. نعم، أظن تابعنا النهاردة كيف أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعم، باتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالدول الغير أعضاء، دائمين وغير دائمين عضوية، يعني جهود دبلوماسية مكثفة. نعم، فإحنا ماشيين في هذا الخط وشرح الحقائق للناس والرأي العام في مصر والرأي العام في الخارج والمجتمع الدولي يكون مقتنع أن مصر دولة تحترم الشرعية وأن مصر صاحبة حق. ومن هنا جدوى الحوار المباشر، يعني كان ممكن مصر تكتفي بأنها تبعت مذكرات لمجلس الأمن ومندوب مصر يقدم المذكرات. لا، هي وجدت أن الاتصال المباشر والحوار المباشر بين وزير خارجيتها والوزراء الآخرين يوضح الحقائق أكثر. الحوار المباشر بيبقى ليه تأثير طالما أنه مدعم بالمستندات والمذكرات الصحيحة السليمة، وهذا ما قامت به وتقوم به حاليا والغاية بعد بكرة الدبلوماسية المصرية. دكتور مفيد، في ضوء هذا، أيوة، في ضوء هذا، آه، أنا بنتظر، آه، بالعقل وبالمنطق، نعم، وبالأصول أنه حيطلع قرار أو توصية أو يما كان، ما توصية من مجلس الأمن مش معناها انها حاجة انا حر انفذها او انفذهاش، انا بسميها توصية بس من حيث الشكل القانوني، انما هي من حيث قيمتها وقوتها وضرورة تنفيذها لا تقل عن القرار المجزم. كل ما يصدر عن مجلس الامن لابد ان يحترم ولابد ان ينفذ. فاذا جاء وقال لي روح للاتحاد الافريقي، هروح للاتحاد الافريقي، هو مين هنا الاتحاد الافريقي؟ هو الاتحاد الافريقي كمنظمة، والاتحاد الافريقي فيه اعضاء ثلاثة احنا منهم، فهتبقى مهمتنا استمرار التفاوض. ولا اتصور ان المجلس، لا اتصور ان المجلس هيكتفي يقول ايه قررنا اي حالة الموضوع للاتحاد الافريقي ستوب، مش ممكن. ليه؟ لانه يعلم ان سبق احالة الموضوع للاتحاد الافريقي وما جابش نتيجة، وان اللجوء اليك يا مجلس جاء نتيجة ان الاتحاد الافريقي ما عملش حاجة. انما ممكن ان هو يقرر مجموعة مبالغ، يقول واحد لابد من التسليم والاعتراف بالمبادئ الاتية، الانهار الدولية ونظام استغلالها، حتمية عدم احداث اضرار، يعني يسجل مجموعة من المبادئ ويقول وفي اطار هذا انا بدعو الاطراف ان هم يوصلوا التفاوض فيما بينهم، انا بدعو منظمات اقليمية اخرى قد تكون الاتحاد الافريقي او غيرها ان هم يساعدوا في هذا. انما انه يكتفي فقط بانه يجيله الازمة، فبعد ما تجيله الازمة يقول انا برجعها لمنظمة اخرى فقط ويسكت، يبقى ما عملش اضافة، ويبقى انا في تقديري تخلى عن مسؤولياته وواجباته باعتباره المسؤول الاول عن حفظ السلم والامن الدولي، وانا اربأ بالمجلس ان يأخذ مثل هذا الموقف. دكتور مفيد، بصراحة ويعني ودايما نحب حضرتك دايما الصراحة، الناس من امبارح قلقانة جدا، منزعجة جدا، بتعمل ضغوط قوية جدا على الدولة المصرية وعلى مؤسسات الدولة المصرية. حضرتك بتقول ايه للشعب المصري في وقت صعب جدا مرينا بهذا الوقت ايضا؟ يعني وحضرتك كنت من يعني الناس اللي هم رجعوا طابة الى مصر من خلال التحكيم والوفد المفاوض المصري المهم والقوي جدا، بتقول ايه للشعب المصري في ظرف ايضا مهم وظرف تاريخي وقضية خطيرة خاصة بحياتنا ووجودنا؟ اقول يا استاذ احمد عدة نقاط. نعم، النقطة الاولى ان هذا القلق قلق مشروع. نعم، لماذا؟ لانه يعني نتج عن ان الامر يتعلق بمسألة وجود وحياة. اثنين، ان التفاوض طال مدة طويلة، وبالتالي الناس كانت تنتظر حل، تأمل نعم ان في حل اسرع من هذا، ومن ثم هناك نوع من القلق.
إنما هذا القلق لا يجب أبدا أن يؤدي إلى فقدان الثقة بأننا أصحاب حق، وما ضاع من حق وراءه مطالب. نمرة اثنين، أننا بنسلك السبيل الأمثل والطبيعي والشرعي الذي يجب أن نسلكه، لأن أنت طالما صاحب حق وتحترم القانون يجب أيضا أن تتخذ الوسائل الشرعية للحفاظ على حقوقك أو استرجاعها أو للدفاع عن مصالحك. وأنا أحسب أن ما قمنا به منذ بدء التفاوض وحتى الآن هو أننا على الطريق السليم، خصوصا أنا مش بقول لك ما ضاع من حق وراءه مطالب يعني تسكت وخلاص أنا صاحب حق حقي حيرجع لي، لا، إلى جانب أنك تكون صاحب حق أن تبذل كل الجهد وبالأسلوب العلمي اللي بيعتمد على الخبراء والمتخصصين والأسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية اللي تؤكد حقه. وهذا الدرس المستفاد من تجربتنا في طابة. أيوة، احنا في طابة ايضا كان هناك تشكيك من بعض الناس، قال لك الله انتوا هتودونا في داهية، انتوا ازاي تروحوا للتحكيم الدولي، ده ممكن التحكيم الدولي ده ما يجيب لناش حقنا ويبقى راحت القضية مننا. نعم، ازاي تقبلوا التحكيم الدولي؟ فكان ردنا ان اذا كان كل صاحب حق يخشى ان يلجأ الى الوسائل القانونية الشرعية للحصول على حقه خشية الخطأ في التنفيذ او عدم التعاطف يبقى الحقوق هتروح. انا علي ان اسعى. اسعى يا عبد واسعى معاك. فاحنا بنسعى وبنتحرك وبنقنع الناس وكده، فلا بد ان انا ابقى متفائل بعد هذا كله، انما ما جيش اقول ايه انا خايف. لا، ما ضاع من حق وراءه مطالب. الدبلوماسية المصرية والخبراء الفنيين على اعلى مستوى من الكفاءة والحس الوطني، القيادة السياسية تتابع بنفسها دقيقة بدقيقة، المجتمع الدولي لا أتصور حتى إن كان هناك أسباب سياسية عند هذه الدولة أو تلك أو غيرة من مصر أو حقد على مصر هنا أو هناك، إنما لا أتصور المجتمع الدولي في مجموعه وممثل في مجلس الأمن في 15 عضو إلا أن هم يكونوا مع الحق، إنما لو تصورنا أنهم سيكونوا مع الظلم ومع العدوان ومع عدم الشرعية يبقى هذا أمر يعني صعب تصور. أنا رغم كل الصعوبات التي واجهتها مصر ورغم القلق اللي بقول مشروع عند الناس، إنما أنا قناعتي إن في النهاية نحن سننتصر لأننا أصحاب حق ولم نقصر في الدفاع عن حقنا، بل أثبتنا حسن نوايانا لآخر مدى وحريصين على أن تكون العلاقات بيننا وبين كل دول حوض النيل علاقات تعاون كما كانت دائما، وده السبب اللي خلى مصر تطول في التفاوض. بعض يقول لك كل المدة دي بتتفاوضي، اللي كان عندنا في كل لحظة أمل ان احنا حنصل الى حقنا من خلال التفاوض وهو الطريق الأمثل. نتفائل ونستمر في جهودنا وربنا حينصرنا بإذن الله. دكتور مفيد شهاب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.